السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع أمس مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس لمتابعة أداء ونشاط هيئة قناة السويس خلال العام الحالي. الرئيس خلال الاجتماع وجه بتعزيز مشروعات الهيئة في إطار استراتيجيتها الخاصة بتطوير قناة السويس ومجراها الملاحي وكافة مرافقها، وده طبعا لدعم التنافسية والمكانة المتفردة للقناة على مستوى حركة التجارة العالمية. أيضا سيادة الرئيس اطلع على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس، واستعرض الفريق أسامة ربيع مؤشرات نشاط حركة الملاحة بالقناة من بداية العام الحالي وحتى الآن، بما فيها أعداد السفن المارة وحجم الحمولات والحاويات. وعرض رئيس هيئة قناة السويس الهيكل الجديد الذي تم الإعلان عنه لرسوم عبور السفن في قناة السويس، واللي هيتم تطبيقه بدءا من شهر فبراير القادم بإذن الله، وده فضلا عن المردود المتوقع منه واللي متواكب مع توقعات المؤسسات الدولية المتخصصة بالنسبة لمعدلات نمو الاقتصاد العالمي وأسعار البترول العالمية. كمان رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع عرض جهود الهيئة لتطوير أسطولها البحري وما يضم من قاطرات وكراكات حفر ولنشات الإرشاد وأقسام مكافحة التلوث، بالإضافة إلى مراكب الصيد وناقلات الوقود وجهود تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي للقناة بطول 40 كيلومتر. على أي حال ينضم إلينا عبر الهاتف سيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. سيادة الفريق أهلا وسهلا، صباح الخير. أهلا وسهلا، صباح الخير. دايما بنسعد بوجود حضرتك معنا، كنت معنا منذ أيام، ودائما بنسعد ونفتخر بجهود قناة السويس وما يتم فيها من إنجازات. سيادة الفريق أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، ولو تطلعنا وتطلع السادة المشاهدين عن أبرز ما جاء في اجتماع حضرتك بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس. أهلا أستاذ منى. أهلا بيك يا فندم. طبعا احنا أهم حاجة كانت اللي هو تطوير المجرى الملاحي الجزء الجنوبي اللي احنا بنعمله في ال 40 كيلو، وكان سيادة الرئيس عايز يطمن احنا ماشيين طبقا للمخطط اللي احنا كنا عرضناه على سيادته وصد عليه ولا لا، عشان ننهي في الميعاد بتاعنا اللي احنا كنا محددين ان شاء الله شهر يونيو 23، وسيادته توجه ان احنا نحاول نخلص في سبتمبر 22 السنه الجايه، يعني اخر السنه الجايه. طبعا هنحاول ننفذ توجيهات سيادته. طبعا احنا شغالين كويس في المجرى الملاحي الحمد لله، وشايف الشغل اللي شغالين فيه بتوقيتاته بالخطه الزمنيه بترتيب الكراكات تواجدها في الاماكن بتاعتها، ده في توقيت ايه وده في توقيت ايه، في اخر الجدول الاخر في النهايه الخطه ان احنا نخلص في التوقيت بتاعنا، اللي هنحاول نضم ان شاء الله كمان 16. ده يمكن اهم موضوع كان مهتم بيه سياده الرئيس ان احنا ننجز موضوع تطوير المجرى الملاحي، عشان برضو قناه السويس تبقى الخدمه بتاعتها دايما متوجهه وبسرعه. وبرضه عرضت على سيادته ان احنا بالرغم ان احنا شغالين في البحر ان احنا ما وقفناش حركه الملاحه ولا عطلناها، عدد الساعات اللي بتمر فيه السفن زي ما هو وعدد المراكب زي ما هو، احنا بنشتغل في الوقت اللي يكون قناه السويس فيه فاضيه. يعني العمل جاري تمام وعادي جدا، والشغل برضو الجديد شغالين في نفس الوقت على التوازي. تمام، عشان كده احنا يمكن هناخد السنتين دي، يعني ناخد الوقت اللي احنا قلنا عليه السنتين، علشان احنا بنشتغل في الوقت الفاضي قناه السويس، يعني بنشتغل في اليوم من 5 لـ6 ساعه بس بالنسبه للطرقات، ما بنشتغلش 24 ساعه. طيب من يومين تقريبا سياده الفريق العباره الكبيره يعني ناقله الحاويات ايفر جيفن عبرت قناه السويس للمرة الثانية بعد أزمتها الشهيرة في قناة السويس، وده إنما يدل على قدرة قناة السويس على استيعاب أكبر الحاويات في العالم. دلالة هذا العبور مرة ثانية بأمان وسلام، وأيضا خلينا نتكلم عن تطوير، حضرتك ذكرت طبعا تطوير المجرى الملاحي، لكن أيضا المعدات والآليات المتعلقة بقناة السويس والعمل على تطويرها. تمام يا فندم. طبعا يا إيفر جيفن طبعا دي يمكن ثالث مرة كمان، يمكن مش ثاني مرة. كويس. وخلاص المركب بتعدي عادي، وعايز اقول برضه ان دي مش من اكبر المراكب اللي بتعدي في قناه السويس. يعني هي 220,000 طن، احنا بنعدي 240,000 طن، يعني 241 حتى 1000 طن كانت معديه اكبر منها. احنا معديين، يعني احنا معديين من يناير، من يناير 21 لغايه شهر، لغايه 10/12 عشان اليوم اللي كنت بعرض قبليه بيوم سياده الرئيس، معديين 19,500 سفينه. كلهم حاويات عملاقه ومراكب كبيره، والحمد لله فعلا زي ما حضرتك قلت بالظبط، لان دي برضو بتدي يعني هي مركب كان ليها مشكله او ليها حاسه، الا انها بتعدي مره واثنين وثلاثه، تاكيدا لقدرات هيئه قناه السويس، وان احنا فعلا لما حصل الحاسه دي يمكن انقذناها في وقت اضيق من اي حد ثاني يقدر يعمله بقدرات المصريين بس. صحيح. وطلعت المركب سليمه وبضاعه سليمه وغادرت على طول، يعني ما حصلش فيها حاجه، ففعلا هي ثقه في قناه السويس طبعا. ولكن عشان بس نقول ان هي هتظل قناه السويس هي امن طريق واصل طبعا طريق. فيما يتعلق بالاليات والمعدات، طبعا احنا كنا برضو عرضنا على سياده الرئيس امبارح، دايما بيتكلم على ان احنا نملك القدره
وان احنا نحاول احنا اللي ننفذ. احنا كنا مكان سيادته عندنا في شرمية اللي فات يمكن شلنا 42 وحده منهم اربع قطارات كبار 70 طن. نعم. انا كنت بعرض لشات وقلنا احنا شغالين دلوقتي يعني احنا ضمننا ثلاث لشات مكافحه التلوث من فرنسا احدث لشات مكافحه التلوث. احنا شغالين بقى بنعمل ثلاث لشات ارشاد جداد ونعمل اثنين حامل سن 800 طن ونقل فقود 500 طن واثنين قطره 9 طن وخمس معديات للافراد بورسعيد والسويس. نعم. يعني قصدي احنا شغالين في عمليه الانتاج تحسين. نعم. الاسطول او تطوير الاسطول البحري بقدراتنا برضو احنا ترسانه بورسعيد والشركات بتاعتنا. نعم سياده الفريق، لفت نظري في يعني نص الخبر نفسه باجتماع حضرتك بالامس مع سياده الرئيس وكلام حضرتك دلوقتي عن عنصر الثقه وهو طبعا مهم جدا طول الوقت لجذب اي استثمار، الحديث عن التنافسيه، كيف تستطيع او كيف بالفعل تستطيع هيئه قناه السويس تقديم هذه التنافسيه او الحفاظ على التنافسيه؟ وطبعا حضرتك ادرى مني وعارف انه العالم كله دلوقتي خلال تقديمه للسلع والخدمات اللي بيقدمها واي منتج بيقدم سلع او اي حد بيقدم سلعه خدمه او منتج بيكون طول الوقت حريص على القيمه المضافه وعلى الحفاظ على هذه التنافسيه، كيف تنافس هيئه قناه السويس مثيلاتها في العالم؟ تمام يا فندم، طبعا كلام حضرتك مظبوط. احنا دايما عينينا في التنافسيه على العميل. نعم. دايما بنتكلم معاهم ونقعد معاهم ونتناقش معاهم ونشوف طلباتهم ايه ونشوف قدراتهم قد ايه وهيعمل ايه ومين هو اللي بيتنافس معانا في المباريات الاخرى وانا بعمل ايه وكمان بتمشى مع الظروف. يعني احنا برضه ما ننساش ان احنا مع جائحه كورونا في ديسمبر 2019 احنا في 2020 كنا من يعني المرة الملاحي الوحيد اللي حقق مكاسب وما خسرش، كانت قناه السويس نتيجه ان احنا عملنا حوافز وعملنا يعني قعدنا مع الناس شفنا قال لك انا هوقف شغلي يعني عمل حركه واقفه وفي سلو داون في المواني وفي مش عارف. فاحنا لما ادينا حوافز كبيره جدا تراوحت من 17% ل 75% دي جابت لنا سفن جديده ما كانتش بتمر في قناه السويس عشان فاحنا حافظنا على المعدل بتاع عدد السفن والعائد بالدولار وبالتالي احنا ما خسرناش خلال 2020 اللي هي السنه اللي الناس كلها خسرت فيها. بالزبط. احنا الحمد لله احنا عدينا 2559 سفينه جداد ما كانوش بيعدوا ما كانوش احنا البديل الاول بتاعهم يعني نتيجه التخفيضات اللي احنا عملناها. التنافسيه بتاعتنا دايما عيننا على البديل الزبون العميل بيعوز ايه واحنا بنعمل الكلام ده. التطوير اللي احنا بنعمله ده برضه عيننا على العميل. صحيح طبعا. هي مجموعه من الحوافز المقدمه للعملاء في العالم حتى تحافظ قناه السويس على تنافسيتها. على اي حال الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس شكرا جزيلا لحضرتك على هذه التفاصيل وعلى هذه المداخله، شكرا جزيلا.